انت غايبة صار لك أكثر من 7 سنين مش طالعة انترفيوز هيك. صار انت غايبة أو مغيبينك، لأنه أنا بالنسبة لإلي نورهان انتهيتي فنياً. شو بدي أقول لك؟ ليك أنا من 5 سنين طلعت معك آخر انترفيو ورجعت، رحت سافرت ورجعت. أنا كل شيء تلفزيونات بدي أقولي ما بطلع معه. ليه؟ لأن البرامج ما بحبها. يمكن آخر مرة طلعت معك، وبعدك طلعت بس مع الأستاذ توني خليفة اللي هلأ بدي أوجه له تحية، اللي بحبه كتير. أنا ما بطلع على التلفزيون إلا إذا كان البرنامج حلو والمذيع بيعجبني. أوكي. شكلياً؟ لا مش ضروري شكلياً. أوكي. بيعجبني كمذيع قوي. أوكي. أنت شكلياً ما شاء الله عليك وتوني كمان. وبس، وكمان إذا كان الحوار بيوصلني لنتيجة، لأنه أنا ما رح أطلع على التيفي بس لحتى بين. ليه أنت نجمة؟ عشو؟ يعني جاوبينا على قد السؤال. ليه أنت نجمة؟ عشو؟ وبشو نجمة؟ هذا السؤال. أنا وقت بلشت بال2002 عملت حبيبي يعني وكفيت مسيرتي الفنية، ما كنت أهدى. أنا ما كنت أهدى. بشو؟ كنت سافر أعمل حفلات، ما كنت أهدى. أنا كنت نايم بالسيارة من التعب، من محل لمحل، من انترفيو لانترفيو. تعب بشو؟ فنياً؟ طبعاً فنياً. أوكي. ما كنت يعني كنت كتير أتعب قد ما اشتغلت على فني. هلأ آخر 5 سنين أكتر شوي، وقت سكرت ميلودي طبعاً كلنا عانينا، النجوم اللي طلعت من ميلودي كلنا عانينا. كشركة إنتاج ميلودي أنا كانت كتير دعمتني، وسولو ريكوردز كان كل إنتاجي معهم كأغاني وكتلفزيون. فوقت سكرت ميلودي نحنا كلنا عانينا. طبعاً أنا رجعت كفيت، عملت بعد أغنيتين سلاسل فضة، شيشاي معلمة، إن كان كمان بنتي بلد، عملت آخر شي شيك شاك شوك من سنتين. وبعدين البلد لا مش قلت باي باي. بس في فنانين بعدهم اليوم يا نورهان موجودين. ايه اللي كانوا معي 3/4 اختفوا.